المطبخ المكسيكي. بدنا نحضر فاهيتا، سندويشات فاهيتا. لتحضير فاهيتا أنا بحاجة عندي كيلو صدر دجاج مقطع سلايسات سترايبس. هون عندي فراخ بحل بثلاث ألوان، أصفر وأحمر وأخضر. عندي بصل كبير، بصل هندي. هون عندي أول شي ملعقة كبيرة بهارات الفاهيتا، برجع عندي ملعقة كبيرة بابريكا مدخنة، ملعقة صغيرة ملح، ملعقة صغيرة كزبرة، ملعقة صغيرة أوريغانو أو زعتر. عندي ملعقة صغيرة توم باودر، ملعقة صغيرة بصل باودر. عندي شوي زنجبيل، بهار أسود ملعقة صغيرة، وكزبرة أهم شي ملعقة صغيرة ما بدنا ننسى. هون فلفل حار. عنا مكون أساسي أكيد بعدين بدنا نضيف، عنا صويا صوص ملعقة كبيرة. عندي نص كباية ليمون حامض، نص كباية خل التفاح، ونص كباية زيت نباتي أو زيت الزيتون. هلا هول هن المكونات كلها، كلهم بدي حطهم بالبول بدي تبل. هلا كل هالمكونات كل هالتوابل بدنا نضيف على الخليط. خل زيت، خل وليمون حامض. اكيد ما بدنا نستعمل الشاورما لبن، معودين على طول منقلكم ننقع باللبن، لا هاي مره بالخل بس. وبنخلطهم كتير منيح، وبعدين بدهم تقريبا ساعتين ثلاثة او كل الليل فيكم تحطوا بالبراد. اوكي خلطناهم كتير منيح، بدنا نغطي، بدنا نخلي تقلب البراد ساعتين. حميت المقلاية، حطيت لهم بس ملعقة كبيرة زيت نباتي، لان ديجا انا حاطة بقلب النقع تقريبا نص كباية زيت نباتي. بدنا نوزع اكيد على نار قويه. هلا بدي ضيف المكون الاساسي، هي بتعطي نكهه كتير طيبه مثل ما قلت لكم، صويا صوص ملعقه كبيره. اكيد كل شوي بدنا نستمر بالتحريك، وبعد شوي بعد ما بتنضج الدجاج بدنا نضيف البصل. هالمرحلة ضفت البصل، بعد شوي بدي ضيف عليهم فليفلة حلوة. هلا فليفلة حلوة ملونة ضفت لهم، يعني ما بدي خليهم يستووا كتير، بحب يكونوا هيك قرمشة، بدي حس القرمشة. خلي تقريبا 10 دقايق. وانا حضرت كمان خبز مكسيكي تورتيا او تورتيلا، حجمين كبير وصغير. اكيد هلا شوي بدي حطهم على النار على طول، ما تنسوا الفوطة اهم شيء حتى الخبز ما ينشف الخبز. هلا في كذا نوع من الصوص، في عنا هون انا مايونيز كاتشب مع بعضهم بدي اخلطهم، في عندي جواكامولي صوص بس انا ما بحب كتير لان عم نحكي مطبخ المكسيكي، في ساور كريم كمان. هلا منشوف كيف بدنا نعمل الساندويشات. هلا طفينا النار كمان، بدي حضر الساندويشات. هلا عم بدهن مايونيز وكاتشب مع بعضهم. هلا بدي جيب الفاهيتا بهالطريقة. عندي شوي خس كمان، بهالطريقة دغري بدنا نحطهم على الجريل او على السبت.